الريس والله يديله الصحه ويخلوا له اولاده، ما احنا اولاده برضه، احنا دورنا نشتغل ونكمل شغلنا كلنا ونكملوا بعضنا. هو ربنا فوق وهو في ظهرنا. سياده الريس ما بيبخلش على اي حد، لو حد بيعاني هو اللي بيعاني الريس، لو اي واحد مواطن بيعاني وانا بعاني يبقى الريس وهو نايم بيعاني. سياده الريس انا بشكره طبعا، تمام، بشكره على حاجات كتير. اولا بشكره على ان هو قضى على فيروس سيت، ثانيا بشكره على الطرق اللي هي بتأدي لبرج العرب، ثالثا بشكره على نقطه تشويق الاسكان الاجتماعي اللي في برج العرب برضه، وبرضه بشكره على الجامعه اليابانيه والجامعه الفرنسيه، تمام، والجامعه التكنولوجيه اللي موجوده برضه في برج العرب.